جميلة. ايه الفايبس دي؟ شكرا شكرا لك. لا 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 لا، كلموني على الطاقة الإيجابية، حد يكلمني ويقول لي قد ايه في انرجي وفايبس كده، في ذبذبات عظيمة. سعيدة بوجودكم، شكرا جزيلا. شكرا، ألف شكر. بعد التحية والسلام، ماذا تعرف عن المحيط الأطلنطي؟ الأطلنطي أو الأطلسي بالعربي، زمان كانوا بيسموه بحر أطلس، The Atlantic Ocean. المحيط ده واحد من أكبر محيطات العالم، تحديدا هو تاني أكبر محيط على وجه الكرة الأرضية. بيقولوا إنه المياه اللي فيه أو مساحته المغطاة بالمياه تمثل خمس مساحة هذا الكوكب الذي نعيش عليه. إيه علاقتنا بالأطلسي؟ طبعا علاقة جغرافية، لازم نكون عارفينها في معلوماتنا العامة. نبقى عارفين إنه قطع أو عبور الأطلسي بيستلزم إنه أي حد لو طلع من أسبانيا مثلا أو من المغرب، لأنه ده الحد الشرقي عشان يوصل للكاريبي، بتاع كده 5000 كيلومتر. بنتكلم عليه عشان في ناس بتحب تعبر الأطلنطي أو الأطلسي مش ببارجات كبيرة ولا بسفن ضخمة وعملاقة، إنما بتحب تعدي أو تعبره بالتجديف. طبعا الناس دي لازم يبقى عندها قدر رهيب ومرعب من روح المغامرة. تخيلوا لما واحد أو اتنين أو ثلاثة حسب التيم يفضل يطلع مثلا من جزر الكناري، يفضل يجدف هو وزميله أو هو لوحده في بحر عاتي، في محيط عاتي الموج فيه ممكن يوصل لخمسين قدم، ليل ونهار ونهار وليل، يفضل يجدف لحد ما يوصل للضفة التانية من المحيط. الحقيقة إنه إحنا بنتكلم عن الأطلسي لأنه دلوقتي بقى في شيء يخصنا أو ناس يخصونا هيعدوا الأطلسي بالتجديف. عشان تتخيلوا المغامرة وعشان تبقوا على دراية بأرضية الحوار اللي هيحصل وأرضية المغامرة التي ليس لها حد، ولازم أعلن إنه كتير من الأحيان لما بتتكلم مع المغامرين مش دورك إن أنت تخوفهم أبداً، لأنه المغامر ده الحياة والإنسانية ما تقدمتش غير بمغامرة كبيرة، والفنون والأداب والعلوم وكل حاجة يعني، لازم والرياضة كمان لازم يبقى فيها قدر كبير من المغامرة. بس أنا ما أقدرش أنكر وما أقدرش أخبي إنه أنا بجد خايفة على الاتنين مغامرين المصريين، لأني لما شفت كل الصور والمواد الفيلمية عن اللي عبروا الأطلسي واللي حصل لهم فيه، فيهم كملوا وناس كملوا وفيهم ناس ما كملوش، بس لما بتشوف الصورة بتقدر الحجم المرعب للمغامرة. Attempting one of the great endurance challenges on Earth. This is really tough, and I'm really scared now. Three thousand miles. How hard can it be? We can see. Get out of here because this is miserable. I was thinking, if we capsize now, we could easily die. And you kind of start thinking about, you know, your family and your girlfriend and. Is it really worth it? The good news is the storm subsides. The bad news, sustained 40-knot gales whips waves up to epic proportions. المحيط الأطلسي، الناس اللي بتعدي المحيط ده ما ينفعش يبقى معاهم أي نوع من الباور، يعني ما يبقاش معاهم موتور، ما يبقاش عندهم حتى طاقة الرياح، ما ينفعش يبقى فيه شراع، المسألة صعبة شوية. أول واحد عدى المحيط الأطلسي عداه في 3 شهور، 92 يوم.
ابتدى المغامرين اللي بعديه يرفعوا السقف ويقولوا لا احنا مش بس عايزين نعبر الأطلس، احنا عايزين نحقق رقم قياسي. عندنا 2 مصريين بعد أسابيع هيبتدوا رحلة مش عايز أقول مخيفة، رحلة مغامرة جدا في المحيط الأطلسي. هيكونوا معانا في حلقة النهاردة يحكوا لنا عن أملهم وطموحهم، وإحنا هنحاول نداري مخاوفنا ونعمل فقرة فيها حماس وتفاؤل أكتر من المخاوف اللي أكيد أي حد ممكن يحسها لو شاف 2 يخصوه مصريين هيعدوا الرحلة الطويلة دي المليئة بالمخاطر. بعد الفاصل هنبتدي حلقتنا مع مغامرين بس بطرق مختلفة، يعني مغامرين كسبوا مغامرات بس أكيد أقل بكتير من عبور المحيط الأطلنطي. طبل ورق وضرب وزق ومط ولزق وخبط وزق ونر ونق. يونس انت كويس؟ خطفت انفاسه واغمى عليه. جيت انزل سمعت ايه تراك، قال له تعدي معايا الاطلسي، قال له 5 دقايق وارد عليك. ليه بس؟ عمر بياكل اي حاجه يعني. انا باكل اي حاجه الحقيقه. يا مولي كنت مهب الريلي، ان كنت راجل تركب المراكيب، ان كنت خايف تصبح الاراجوز، وان كنت ساحر تملك المفاتيح. احمد يونس اتجوز مثلا؟ لا انتظر. بجد قلقان عليكم؟ فانا كنت خايف بقى خوف اسهال بقى ايه يعني مش هقول لك. فطردنا ان انا جيت اقدمهم قلت اساميهم غلط تماما. ده ابني، ابن المخرج. يا ابن المخرج وسط. فين الوساه؟ في الحمام. انا كان حلمي اشتغل في المطبخ. لا شاب مكافح. ما انا مش لاقي حد امسك فيه غيرك انت. لا انا عايز ابقى كده. لا مش هستحمل. انا مش موافق في الحلقه. بهدلك. انتوا عايزين تحققوا ايه من الفيلم ده؟ فجاه لقيت ناس بتتابع فسبتهم يتابعوا. انا عرفت ان انت جاي تبص، انا بصيت. انت فاكر انا ما بصيتش؟ اه كده بالظبط. والوفاه الاعلامي احمد يونس بعد الصراع مع المرض. ما صرعتش المرض.